السلام عليكم ورحمة الله، معكم سيد من قناة أبدع واستمتع كرييتس فن. النهاردة جايب لكم برنامجين رائعين جدا وخصوصا لمحبي الصور. البرنامج الأول هو ريموف بي جي، والبرنامج دوت متخصص في قص الصور، قص الخلفيات بتاعة الصورة بحيث ان يظهر لك الصورة بس بدون اي خلفية، وبعدين تقدر تاخدها وتعمل بيها اللي انت عايزه. طبعا انا اخترت البرنامج ده تحديدا بعد تجربة عدة برامج متخصصة في قص الخلفيات، وده بصراحة بعتبره أفضل واحد موجود في السوق حاليا. إمكانياته رائعة جدا وإن شاء الله هيعجبكم وهنشوفه مع بعض. البرنامج التاني اللي هو فوتو ستوديو، ده برضو من البرامج الجميلة جدا، ولكن هو دوت بيلعب بقى في الصورة بقى، يعني بعد ما تقص الصورة هياخد الصورة ويبدأ بقى يعمل لها خلفيات ويضيف مؤثرات ويضيف عليها افكتس ويضيف عليها اوبجكتس لو عايز تحط عليها، تضيف عليها كلام، وفي مجموعة كبيرة جدا من الخطوط. يعني هتلاقوا ان شاء الله النهاردة وجبة دسمة جدا للناس محبي الصور. وطبعا البرنامجين دولت متوفرين على الاندرويد وموجود منهم نسخ كمان على الايفون. يلا مع بعض نخش ونشوف هنقدر نعمل ايه بالبرنامجين بتوع النهاردة، اللي انا اتوقع ان في ناس كتير جدا هتحبه. نروح للتليفون ونشوف ادي البرنامجين ريموف بي جي والفوتو ستوديو، وهسيب لكم ان شاء الله لينك التحميل في وصف الفيديو. هنخش الاول على ريموف بي جي ونشوف ازاي نشيل الخلفية من الصورة اللي عندنا. اهو نفتح البرنامج ونعمل ابلود ايمج ونخش على الجاليري، نختار اي صورة عايز اوصل الخلفية بتاعتها. هنجرب كده اي صورة عشوائية، اهي صورة زي ما انت شايفينها، دي صورة من الصور الصعبة لان هي بتحتوي على اوبجكت اللي هنا القطة، وفي بيوت كمان حواليها، فصورة مش سهلة انها تتقص. ونشوف يا ترى مستوى الجودة هيطلع ازاي. اهو بيعمل ابلودنج للصورة بتاعتنا على اساس يطلع الاوبجكت ويشيل اي حاجة في الخلفية. اهو زي ما انت شايفين، انا شايف ان بصراحة النتيجة ممتازة جدا، شال الخلفية تماما وطلع الصورة اللي احنا عايزينها. عندنا دلوقتي اما داونلود او داونلود هاي ريزولوشن، زي ما قلنا انت ليك صورة فري هاي ريزولوشن كل يوم. هنعمل داونلود العادي، اشتغل بالريزولوشن العادية. عادي عندنا الصورة اتقصت وشال الخلفية بتاعتها. دي كان اول خطوة هنعملها النهاردة، ان انا بجيب صورة وبقص الخلفية. هنشوف بقى التكامل الجميل اللي هنعمله النهاردة والشغل اللذيذ اللي الناس كتير اعتقد هتحبه، ازاي اعمل شغل على الصورة اللي انا قاصص الخلفية بتاعتها. هنروح بقى الخطوة التانية هنوت للفوتو ستوديو. هنخش جوه الفوتو ستوديو، طبعا هنا امكانيات كبيرة جدا للبرنامج دوت، وزي ما انتم شايفين يعني ده محتاج له اكثر من حلقة يتشرح لوحده. هنخش هنا على الكولاج اهو، عشان نقدر نجمع اكثر من صورة لازم نخش على الكولاج، وبنجيب لنا نواة الخلفيات، نختار اي خلفية وبعدين ندوس على علامة الفولدر تمام عشان نجيب الصورة اللي احنا قصينا خلفيتها. اهو هنجيب الصورة اللي قصيناها، ادي الصورة اهي زي ما انتم شايفين حطيناها، وفي خلفية سادة وراها. ونشوف بقى الامكانيات الجميله جدا بتاع برنامج فوتو ستوديو. ندوس على ستيكرز ونشوف هنقدر نضيف ايه من الستيكرز اللي عندنا. اهو تحت نضغط على ستيكرز، زي ما انتم شايفين مجموعه كبيره جدا، حاجات متعلقه بقى بالبيرثداي وحفلات عيد الميلاد والصور والحيوانات. تقدر تضيف اي اوبجكت من دولت للصوره بتاعتك وهيظهر بشكل جميل جدا. زي ما انتم شايفين هنضيف مثلا انيمالز، اهو حطينا قطه نقدر نظبط حجمها ونوضعها في الصورة، وبعدين برضو نقدر نغير الخلفية لو عايز، وبعدين اقدر ادوس على علامة الصح واعمل سيف. اهو ده لو انا في حالة ان انا عايز اضيف اوبجكت واحد. طيب لو انا عايز اعمل الخيارات التانية، اولا اعمل محاذاة اهو عشان الصورة تظهر محاذاة، وبعدين لو انا عايز اعمل دبليكيت اهو اضيف نسخة من نفس الصورة اللي انا واقف عليها، ولو انا عايز اعمل ديليت، واللي جنبها لو انا عايز اضيف اي شكل زي ما انتم شايفين لو حابب اضيف اي شكل من الاشكال. طيب نبص بقى على موضوع الباك جراوند، عندنا مجموعه كبيره جدا من الباك جراوندز اللي اقدر اغير بيها خلفيات، فيها خلفيات ساده وفيها خلفيات ملونه
واشكال وثيمز معينه، يعني كريسماس، الهوليديز، البرسداي، الفلاورز. اهو نجرب كده اهو ونشوف، هنلاقي مجموعه رائعه جدا من الخلفيات. وبعدين نخش على ستيكرز ونشوف بقى بقيه الستيكرز نقدر نعمل ايه. هنفترض مثلا ان انا عايز اعمل عيد ميلاد، احط مثلا صوره الشخص واعمل له كارت معايده، تمام. هنفترض مثلا ان انا عايز اعمل عيد ميلاد وعندنا القطه هنا اهوت هي الشخص، تمام. هنجيب بس خلفيه ساده عشان تتضح شويه الصور والحاجات اللي هنحطها اهو، ادي خلفيه ساده، تمام. ونبدأ بقى نحط الزينة بتاعة عيد الميلاد. عندنا مجموعة كبيرة جدا جدا، يعني في ناس بصراحة هتنبهر بالإمكانيات اللي ممكن يوفرها البرنامج ده. نضيف بقى حاجات لعيد الميلاد، عندك بقى بلالين وعندك أعلام وعندك أشكال وأرقام. هنضيف أشكال تانية اهو مثلا عشان الاحتفال، مثلا لو انا عايز اعمل كارت معايدة مثلا عنده 3 سنوات، فهنحط نوت 3 سنوات. عايز اكتب مثلا هابي بيرث داي، اهو هابي بيرث داي، ونغير شكلها اهو. وبعدين نقدر نغير اللون والستايل، نشوف الستايل اهو زي ما انتم شايفين مجموعة كبيرة جدا من الستايلز. خش تاني ونشوف لو عايزين نجيب اي ستايل تاني نغيره اهو. خلينا غيرنا اللون مثلا والشكل وطريقة الكتابة، نحطها هنا مثلا. ممكن اضيف تكست تاني غير الاولاني برضو، نكتب اي حاجة احنا عايزينها ونحط نغير مكانه في الصورة. My lovely cat اهو، نحطها مثلا في على الجنب. برضو نروح على الستايلز، عندنا بقى مجموعة كبيرة جدا من الفونت والستايلز. على سبيل المثال طبعا انتوا عندكم البرنامج تقدروا تعملوا بقى اشكال اكتر من كده بكتير واجمل من كده بكتير. الريشيو بقى هنا هو حجم الصورة، اقدر اطلع الصورة بحجم معين. طبعا ده حسب انت عايز تحط الصورة فين، يعني الحجم مثلا بتاع الانستجرام عايز تحطها الحجم بتاع عشان فيسبوك تكون الصورة حجمها واضح، حسب المكان اللي انت عايز تحطه. تخش تاني على الباك جراوند لو عايز تغير اي حاجة في الباك جراوند، وبعدين تعمل سيف كده. هوت احنا استخدمنا امكانية الكولاج، ان انا بقدر اركب حاجات على الصور او مجموعة من الصور اركبهم على بعض. طيب هنستخدم بقى الصورة اللي أنا عملتها ديت وأفتح بيها مباشرة البرنامج عشان نستخدم مجموعة تانية خالص من الإمكانيات. أهو بعمل شير للصورة وأقوم فاتح البرنامج اللي أنا عاوزه. طبعا هنا هنختار الفوتو ستوديو. طبعا دي الصورة كنا معدلينها، هنعمل عليها تعديلات إضافية بقى المرة دي. هنا وضع لنا مجموعة تانية من التعديلات الجميلة جدا، من ضمنها الفلترز أهو زي ما أنتم شايفين. طبعا الناس كتير عارفة الفلترز اللي هو بس يعني متعلق بشوية بالإضاءات والتغييرات، لا هنا مجموعة كبيرة جدا من الفلترز اللي تقدر تحدد انت عاوز ايه، اشكال ستايلز معينة زي ما انتم شايفين. اهو مثلا، وبعدين تقدر تفتح وتغمق الستايل اللي انت اخترته، شوف الفلتر اللي يعجبك اهو. طيب على سبيل المثال ده اهو، نظبط الإضاءة شوية وبعدين اوكي. طيب عندنا كمان الافكتس. الافكتس بقى مجموعة كبيرة جدا، من ضمنها حاجة اسمها البيب افكتس، دي هتعجبه جدا بقى، ان انت بتقدر تحط صورة جوه صورة زي ما انتم شايفين. خد الصورة بتاعتنا وحطها جوه تلفزيون، جوه كاميرا، جوه موبايل اهو زي ما انتم شايفين. اقدر اغير اعمل اي شكل انت عايزه. نغير مثلا اهو كمبيوتر، ساعة، حاجة
حاجات كتير وأشكال كتيرة جميلة هتعجب ناس بيحبوا التصوير ويحبوا عمل خدع. هنختار مثلا الشكل ده اهو، حطينا الصورة بتاعتنا بعد كل التعديلات حطيناها هنا اهوت. وكمان اقدر اغير الخلفية، فغيرنا كمان الخلفية الخارجية خالص، وده كان الشكل اللي ممكن تظهر لنا عليه الصورة في النهاية. طيب عندنا بقى برضو الافكتس، مزيد من الافكتس، تقدر تحط اضافات زي ما انت شايف، مؤثرات جميلة جدا اهو. انا بغير عشان اوريكم بس جزء من الامكانيات البسيطة لهذا البرنامج اهو، على سبيل المثال. وده مثلا هنفترض ان هو ده الشكل النهائي للصورة، نعمل اوكي اهو، نعمل سيف. مجرد ما عملت الاوكي وعلمت الصح خلاص يسيف الصورة. وادي كان الشكل النهائي. طبعا انتوا لكم كامل الحرية ان انتوا تعملوا اشكال احسن من كده بكتير. ارجو ان الفيديو يكون عجبكم النهاردة، وما تنسوش تعملونا لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.